إفادة، الخبر بالمختصر المفيد. يا عزيز ربي يعز منها، ربي عطا وربي خدا، والحمد لله على كل شيء. في هذه اللحظة كل واحد في هذه الساعة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. والله ثبت عند سؤال مهم، حاج أنت واحد ما كيسخى بوالديه، ولكن الحكم ديال الله كان رضاو به والحمد لله. ومن هذا المنبر بغيت نشكر كاع الناس اللي واساوني واللي عيطوا ليا واللي صيفطوا رسائل واللي جاوني والهاتف ما زكاش، تنقول لهم شكرا. ورانا عرفتكم حسيتوا بيا كيف كنحس انا دابا، وتنقول لكم ان شاء الله نجيوكم في احسن الظروف، والله يجعل احد الاحزان. وشكرا لكم تانتوما، وتبارك الله عليكم والله يخطيكم. شكرا، الله يرحمها والله يتجاوز عليها والله يجعل متواها الجنه. وشكرا على هذا اللقاء. شكرا. السلام عليكم. بهذه المناسبه الاليمه هذه كنقدموا احر تعازي للفنان حجيب في الوفاه ديال الوالده ديالو الله يرحمها ويسكنها فسيح الجنات ديالو. حنا تاثرنا، لله ما اعطى ولله ما اخذ، ان لله وانا اليه راجعون. علاقات اخوه، لانك تعرف حجيب دائما دار كبيره وباب مفتوح لجميع الفنانه كاملين، كتدخل كتسمع غير كلمه مرحبا. والام ديالو كانت عزيزه علينا والله يرحمها بهذه المناسبه. لله ما اعطى ولله ما اخذ، الله يرحم والده الفنان حجيب، المراه الطيبه، المراه الصالحه، المرأة اللي كتسمع منها غير الكلام طيب. الله يرحمها ويجدد عليها الرحمات، والله يجعل رضاها مع ولدها الفنان حجيب، الله يمتعوا برضاها. وإنا لله وإنا إليه راجعون. حقيقة علاقة فنان بفنان، يعني رجل طيب، رجل خير، رجل بنخوة، رجل ما كتسمع منه غير الخير، فبحال هادو هما الفنانة الأصليين حقيقيين. متواضع، يعني جميع المزايا الحسنة متوفرة في هذا السيد، فالله يرزقه الصحة والسلامة ويعطيه عطف ورضا الوالدة دياله الله يرحمها. وهذا واجب، يعني واجب على الفنان أن دائما يوازر أخوه الفنان، لا في السراء ولا في الضراء. يالله نتلاقاو في الأفراح، بالعكس خصنا نتلاقاو في الافراح وفي الجنايز، ولا سيما الموت، لان الموت باب الكل داخله. هذه سنه الحياه. كنتمنى له الصبر، وكنتمنى له رضا الوالده ديالو، والله تعالى يرزقه الصحه والسلامه ويخليه للجمهور ديالو. شكرا. شكرا. واولا كنعزيو السي حجيب في الوفاه ديال الام ديالو، تنقول انا لله وانا اليه راجعون. انا بحكم الصداقه ديال اكثر من 30 سنه دونك كنعرف حجيب وكنعرفو في هذا الواجب هذا الانساني والعائلي، دونك سبق له انه ماشي مره ماشي جوج عندي في الوفاه ديال الاخ ديالي والاخ ديالي الاخر والوالد. دونك جيت هنا باش نكون معاه ونواسيه، واللي كنقول له بانه نسال الله سبحانه وتعالى يثبت عنده سؤال، وهو الاجر ديالو يحسب عند الله، لانه كان مرضي الوالدين، انسان طيب. وهذا الحضور ديال الاخوان ديال لا الفنانه ولا الرياضيين ولا الاخوان اللي هما في المجال ديالو ديال الموسيقى دونك متواجدين معاه، هو دليل على الانسانيه ديالو. وهذه سنه الحياه، الانسان دائما خصو يكون حاضر مع الاخوان ديالو في السراء والضراء. وحاجب يستاهل منا كل خير. نسال الله سبحانه وتعالى يرحم الوالده ديالو ويجعلها ان شاء الله في الفردوس اعلى ان شاء الله يا رب. الرساله اللي غادي نقول لحاجي هو انه ماشي سهل عليه، لانه تحجيب واحد الايام صعيبه دازت عليه في المرض، وانا بحكم دائما على تواصل انا وياه كنعرفوا بانه حتى ولا البروغرام ديالو باش يدير ويخرج من المنزل، دونك كيعيط على الاخت ديالو كتجي تقابل الام ديالو الله يرحمها، وكيخرج مسكين الا عنده شي خدمه ولا شي حاجه. دونك سي سيرك انه الاثار ديال هذا الشيء من بعد واحد ثلاثه الايام ولا اربعه الايام، انا بحكم انه التجربه كنعرف هذا الشيء في الوفاه. ولكن الانسان اللي مرضي كيامن بالله سبحانه وتعالى، الله يعطيه صبر المؤمنين. وحاجب انسان اللي طيب وكيخاف الله، دونك الانسان اللي كيخاف الله ما تخافش منه،
الله سبحانه وتعالى كيصيفط ليه واحد الملائكه اخرى اللي كتعوضوا في الوفاه ديال الاب ديالو والام ديالو اللي كيكونوا بالجوار ديالو. احنا ما علينا الا نعاونوا ان شاء الله بالدعاء، وحنا نكونوا حاضرين معاه مره ان شاء الله باش نواسيوه في هذه الحاله هذه، والله يرحم اي واحد توفى. ونسال الله سبحانه وتعالى نكونوا مع الناس دائما في الحضور ديالنا، يكون تواجد معهم ان شاء الله في السراء وفي الضراء ان شاء الله. معكم الشيخ جمال الزرهوني من مدينه اسفي. جينا لهاد المأساة ديال هاد الموت ديال الأم ديال السي حجيب، الله يرحمها والله يوليها برحمة الله، وتن جينا باش نواسوه في الأم ديالو، لأن حجيب إنسان فيه الإنسانية، وإنسان يعني ماشي شي واحد اللي هو حجيب فنان وخلوق وعنده يعني عنده اتصالات بالجسم، القلب السليم في الجسم السليم. وتندعو للمرحومة بالرحمة، هي والمؤمنين كاملين كافة أجمعين، كندعو لهم بالرحمة والمغفرة لجميع الأموات المسلمين، والله يرحمها والله يعوضهم بالصبر والسلوان لهي والعائلة ديالهم كاملين والإخوان ديالو كاملين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر أبوني باش يوصلكم كل جديد.